حجم الاستثمار قد ايه استاذ متولي؟ 500 مليون جنيه فندم. وحجم العقد؟ عقد ايه يا فندم؟ اللي هو يعني العقد مع 25 سنه. انت ده الاستثمار ده كل المشروع، لكن حجم اللي هو عقد حق الانتفاع؟ لا دي حاجه ما بيننا وما بين الدوله، معلش انا اسف يا فندم، بس هو في طبعا يعني مقابل مادي. دي كانت مناقصه مزايده كانت يا فندم. ده مشروع طموح اتقدم للدوله للجهات السياسيه. يعني انت قدمته وخدته؟ طبعا قدمناه واخدناه وبعقد، ويمكن حصل تدشين للمشروع يوم الخميس. احنا كنا موجودين وبنصور. طبعا يا فندم، وتنورينا. وكل يا فندم مشروع ليه ما عليه، يعني له ما عليه، وفي ممكن يبقى طبعا سلبيات وفي ايجابيات. نعم. المشروع حقيقي ايجابيات، حتى في لندن اي اللي حضرتك بتتكلمي فيه، ويمكن الكلام بتاع حصل في لندن لما جم يعملوا سنه 1999 الويل بتاعت لندن اي، وان هي جنب بيج بن وهتبقى زحمه. اكيد النهارده الموضوع مختلف تماما، واحنا بنضمن الكلام ده. بالعكس احنا بننمي المنطقه وبنزيد من المساحات الخضراء اللي موجوده، لان في الاخر دي سمعه مصر، واحنا عايزين نحط نعمل حاجه تتحط في بروشور السياحه ان شاء الله. يكون مشروع ان شاء الله متميز بقى. باذن الله.